أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: إذا تكلمت على شخص بصوت مسموع لكن لا أحد يسمعني إلا أنا، فهل يدخل هذا في الغيبة المنهي عنها؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أعراض الناس الغائبين سواء مع الناس أو مع نفسه، أن تكلم بكلام يسمعه هو أو غيره، هذا يعد من الغيبة لأنه تنقص للمغتاب أي الذي يتكلم فيه، فالمسلم يتجنب هذا الشيء. لكن إذا قال هذا في مجلس أو عند غيره فالأمر واشف. نعم.